بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، نبينا محمد به أجمعين الطيبين الطاهرين. علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح القول والعمل، وأن يبارك في أعمار الجميع، وأن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة الطاهرة المباركة للمقيمين وللحجاج، ونحن في صحة وسلامة وحياة سعيدة. وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. وأسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير. كما تعودنا إخوتي في الله في مقدمة كل حلقة أننا نذكر مسألة يسيرة كتقدمة للحلقة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نفتح الباب للإخوة المشاهدين والمستمعين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم. فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق. وكما ذكرنا سابقا في آخر حلقة تكلمنا فيها في ديوان الإفتاء، أنا التزمنا هذه الأيام المباركة الحديث عن موضوع الحج. وبما أن الحج قد انقضى وقد أدى الحجاج بفضل الله تبارك وتعالى نسكهم وتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بأعمالهم، فلا بد لنا من وقفة يسيرة في هذه المقدمة عن بعض الأمور التي تكون بعد الحج، خاصة عند استقبال الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، عند عودتهم إلى بيوتهم. والحاج وفق لقطع هذه المسافة ولأداء النسك، وحفظه الله تبارك وتعالى ورجع بالسلام، فهذه كلها نعم عظيمة حلت على الإنسان الذي ذهب إلى تلك البقاع الطيبة الطاهرة. لأن السفر إخوتي في الله دائما مظنة الهلاك ومظنة التعب والعنت والمشقة، وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال لما فيه من مشقة. فالإنسان يعني بسفره تبرز أخلاقه ويبدو معدنه للناس في تحمله لمشقة السفر وعناء السفر وعثاء السفر. فلذلك يعني بعودة الحاج إلى بلده ولا وطنه الذي خرج منه، هناك عدة أمور يفعلها الناس نريد التنبيه عليها فقط في مقدمة هذه الحلقة، ثم نفتح الباب إن شاء الله للإخوة المشاهدين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم. هناك أمور يعني من الأمور المهمة التي يجب أن ننتبه لها بعد قدوم الحاج من سفره. أولا يعني الاحتفاء بالحجاج، الاحتفاء بهم وبعودتهم سالمين إلى ديارهم. وهذا الاحتفاء أصول الشريعة لا تأبى، وأصول الدين والشرع لا ترفضه، وإنما هو من باب الاحتفاء بهم لأنهم عادوا إلى ديارهم سالمين، وعادوا ولله الحمد بعد أداء عبادة ونسك وركن من أركان الإسلام قدموه لله تبارك وتعالى، أنفقوا فيه الأموال والوقت والتعب والعنة والمشقة. فكل هذا يستلزم الاحتفاء بهم، والاحتفاء بالمسافر دائما مشروع في الشريعة سواء كان حجا أو كان سفرا مباحا. يعني يحتفى بالمسافر كالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قدم مكة
واستقبله أغيلمة، أغيلمة بني عبد المنطلب، فحمل أحدهم على يديه بين يديه وحمل الآخر خلفه صلوات ربي وسلامه عليه. وكان ابن الزبير دائما يمتن على بعض أقرانه، وهو ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، فيقول: أتذكر يا فلان لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبلناه أنا وأنت وابن عباس، فحملني وحمل ابن عباس وتركك. وكانت هذه مفخرة من ابن الزبير يفخر بها أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله بين ذراعيه. فلذلك يعني هذا كله من باب الاحتفاء بالمسافر القادم بسلامة الوصول، خاصة إذا كان السفر يعني مباحا والسفر كان يعني سفرا لطاعة أو غير ذلك، فالاحتفاء به يعني مشروع لا تأباه الشريعة المباركة. الأمر الثاني، يعني بعض الناس عند قدوم الحجاج يذبحون الهدي أو يذبحون الذبائح لاستقبال الحجاج، وهذا كذلك يعني مما لا تأباه الشريعة المباركة، أنها وليمة تفعل هذه الوليمة لسلامة الحاج وسلامة قدومه من السفر، ولأنه وفق لأداء النسك، فهذا من باب شكر الله تبارك وتعالى أن يريق الناس دما، سواء كان أراقه هو أو أراقه الناس يعني من يعني نيابة عنه، وهذا كله شكر على نعمة الله تبارك وتعالى. وهناك النقيعة، وليمة النقيعة التي تعمل في هي ضمن الولائم العشرة المذكورة في عند الفقهاء، تفعل لقدوم الحاج من أو لقدوم الشخص من السفر، والحاج كذلك هو مسافر ومسافر لطاعة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة من سفر نحر جزورا، ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا بأس أن ينحر أو أن يذبح الناس يعني الذبائح، وأن ينحر الناس الجزور وغير ذلك من الأمور التي يعني فيها شكر لله تبارك وتعالى على قدوم هذا الحاج من السفر. وكذلك من الأشياء التي تشرع مسألة تهنئة الحجاج، تهنئة الحجاج يعني كما نسب لعمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان إذا قدم شخص من حي قال يعني تقبل الله سعيك وأعظم الله أجرك وأخلف لك نفقتك، يعني الحاج. ولا بأس أن يقال للحاج تقبل الله حجكم يعني أو حج مبرور أو تقبل الله يعني طاعتكم، هذا كله مما لا تأباه يعني الشريعة، أصول الشريعة المباركة يندرج تحت قواعد عامة يعني في شريعة الله تبارك وتعالى، فيهنأ يتم تهنئة الحاج بقدومه من السفر. وهناك أمور يجب على الإنسان أن يبتعد عنها، وهي مظاهر الرياء من الناس، لأن الرياء طبعا يعني هو من أعمال القلوب ليس من الأعمال الظاهرة، ومن أعمال القلوب، ولا يمكن أن تحكم على شخص بأنه مرائي إلا إذا اطلعت على قلبه، ولا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. لذلك لكن ننصح الحجاج أنهم لا يبالغون في المظاهر التي قد تدفعهم إلى الرياء، لأن يعني بعض الناس يبالغ فيها مبالغة قد تدفعه إلى أو تدفع بعضهم إلى أنه يحج حتى ينال مثل ما نال هذا الإنسان من الإكرام، أن أكرموه وجاءوا له بالهدايا وجاءوا له بكذا وكذا 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 وكذا، فبالغ في إظهار ذلك في تزيين بيته وتحسين منزله وكذا وكذا، بغرض أن يقول الناس فلان حج، يعني هو حج حتى يقال بأنه حاج أو حاج فلان أو شيء من هذا القبيل. فلذلك نصيحة للحجاج يعني أن يبتعدوا عن كل أمر يقلل من مكانة حجهم عند ربهم تبارك وتعالى، خاصة الرياء، لأن الرياء محبط للعمل. والله تبارك وتعالى يقول: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني كأنك انت عملت للناس، والناس طبعا خلاص خليه يدوك حقك، امشي للناس خليه يدوك حقك، أجرك عند الله يعني سقط. فلذلك لا بد للإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد ما بقي من الحجاج إلى أهلهم سالمين غانمين بحول الله وقوته، وأسأله تبارك وتعالى من لم يوفق للحج هذه السنة لحج بيت الله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا كانت هنالك أسئلة جاهزة عند أخينا المخرج ممكن نستقبل الآن أسئلة مباشرة، وإلا نواصل في بعض الأمور المتعلقة بالحج.
وهناك كذلك مسألة، يعني أنه أحيانا بعض الأمور التي تفعل للحاج، أحيانا بعض الأمور قد تكون محفزة لبعض الناس للحج السنين القادمة، ذلك أحيانا قد يكون من مقاصد إكرام الحجيج تحفيز الآخرين للحج، للحج لله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. هناك بعض الأسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم تعالى وبركاته. تفضل. الدكتور على الدين الزاهي. أخونا يونس من النهود، تفضل يا يونس. يونس من النهود، تعالوا خير الدكتور على الدين الأمين الزاكي، إن شاء الله السنة الجاية هنا نتلاقى في عرفات إن شاء الله. آمين 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 إن شاء الله. أهل وفي الأهل هناك ربنا إذا ما قال كل عام وكل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب إن شاء الله، ربنا يتقبل منا ومنك صالح العمل. السؤال دكتور على الدين الأمين الزاكي، نسأل الفاتحة بالنسبة للعائد من الحج، الفاتحة بالنسبة للحج، وبالنسبة للزغرات العوين اللي بزغرته. ودكتور على الدين الامين السؤال، اذا كان زول مسلمين وما بقى السجود خالص، والزول مثلا عنده لفترات او اي حاجه، يعني الامام باخر السجود، في الحاله دي الزول يخلي الامام لغايه يقلب ما يرفع ويرفع، ولا يرفع قبل الامام ولا البحث الجميع، يعني زول كان راكع يا يونس، زول كان راكع وبعدين راسه لفه، لا للامام كان اخر الركوع، يعني اذا كان الزول في لفه ولا حاجه أسلم إن الإمام وده يرفع يرفع، يعني الإمام بيطيل الإمام بيطيل الركوع الركوع صح؟ بيطيل السجود، السجود بالذات يطيل السجود، والزول ده عنده لفة راس، أي في الحالة دي يعني يرفع قبل الإمام ولا يخلي الإمام. طيب إذا أصلا عنده مشكلة حق لفة راس ما يقعد يصلي في الكرسي، يلا ما في أئمة العادة بأخذ السجود، يعني في الحالة دي قال يعمل شنو، يعني تسمع الإجابة إن شاء الله، يعني بيمشي برجلين وتكبر في الإحرام بعمل واقف وأي حاجة، لكن بس الركوع ده الإمام بطيل السجود بيجي، يعني السجود دي تأثر معاه. تسمع تسمع الإجابة إن شاء الله، تسمع الإجابة. جزاك الله ألف خير يا أستاذ. الله يجزيك خير. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. يا مولانا. تفضل يا أختي. عليك السلام ورحمة الله. بس لو سمحتي زيح السماعة حقت أرخي الصوت حق التلفزيون ولا الراديو شوية كده بس. حاضر. أرخيه واسمعينا من السماعة حق التلفزيون. مولانا ما معنى بوأنا؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. أي طيب، والسؤال الثاني؟ جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو أننا فقدنا الاتصال لأخينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هاي لو أختي لو سمحتي بس أرخي الصوت حق الراديو شوية ولا التلفزيون. تفضلي تفضلي على بركة الله. في صوت في تردد في الصوت كده. أيوة. بس على المخلصة يعني مثلا. عن شنو؟ عن شنو؟ المخلصة ده نحن ناسي مثلا، بس هذا مثلا من أكل عندهم ما في لنا. أنت من على البيت؟ على البيت. بس من ناسي ناس البيكة يعني مثلا. أنت بتمشي ناس البيكة وتأكل من الصدقة حقت اللي بيعملوها للميت صح؟ أيوة. هاي طيب ده سؤال. هاي تسمع الإجابة إن شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخانا. معك محمد أوهاج من بورسودان. محمد أوهاج من بورسودان، تفضل يا شيخ محمد. عندي سؤالين. السؤال الأول. السؤال الأول يعني صلينا الجماعة والإمام صوته يعني ما عالي، ما سمعنا إنه وما في ذول يبلغ. أيوة صليته مع إمام والإمام صوته ضعيف وما في ذول يبلغ. لا ما في ذول يبلغ، ساجدين هنا فجأة يعني لقينا الناس الجنب قاموا، لما رفعنا من السجود لقينا سجد ثاني.
فاتكم من سجده. ونحن قبل ما نتم الرفع من السجود هو سجد الثانيه. ايوه. وثاني لحقنا سجدنا ما يعني بعد ما معنينا لحقتوه يعني. لحقتوه؟ لحقناه قبل ما يرفع السجود. ايوه لحقتوه، طيب مو مشكله ها اذا يعني انت الحمد لله ما فاتتكم السجده، لحقتوها. ما فاتتنا لكن يعني تاخرنا منه. ايه تسمع تسمع ان شاء الله. السؤال الثاني، لو شغلت قران انه والناس المجتمع القاسم لو كان في عربيه ولا في حتى او الناس بعض الناس يقول لك اقفل القران الناس قاعد يتونسوا، يعني افضل اقفل القران وافضل استمع انا براي والناس يتونسوا. تسمع الاجابه ان شاء الله. جزاك الله الف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الدكتور علاء الدين الأمين الزاكي تحية ليك ولكل الجماعة العاملة في إذاعة الطيبة وقناة الطيبة الطيبة. التحية ليك أخونا، الله يجزيك خير ويبارك فيك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويعافيك وتقبل الله منا لكم صالح العمل إن شاء الله. وليك التحية من جميع الأهل بالسلعاب وحطاب ومشكوركم على هذا البرنامج الطيب. الله يجزيك خير يبارك فيك اخونا عبد القادر الشرعي. تفضل. الله يبارك. السؤال الاول يا شيخنا. نعم. ما يحرم بالرضاعه في الزواج، الرضاعه دي عندها عمر محدد ولا كان واحد بعد سنتين رضع، هل ينطبق عليه الحكم ده ولا الرضاعه دي عندها سن محدد؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني برضه يقول قال في محل كده بيقولوا فيها ذهب. نعم. وبيقولوا المحل دي مسكونة فيها شياطين وذهب كثير. منهم قال في ناس من الناس بيمشي يقرأ قرآن وبيذبحوا. قراية القرآن طبيعة دارين الشيطان ده عشان يفوت ويشيل الذهب ده. قال دار يعرف الحكم بتاع الذبيحة دي، هل الذبيحة دي لله أو تغرب للجن ولا إذا كان ما يأكل منها ولا ما يأكل منها؟ الضبيحة دي بيذكر على اسم الله ولا بيذكر على اسم زول ثاني؟ قال بيذكر على اسم الله، لكن الهدف منها تطير الجن من الذهب ده. أيوه كويس. السؤال الثالث والأخير. الأيام أيام التشريق اللي مضت والأيام الطيبة المباركة، في ناس بيقولوا كلها ثلاثة يوم بيوم يقولوا الذكر انتهى لحد اليوم الثالث مثلا الجمعه السبت الاحد، هل ايام التشريق ثلاثه غير العيد ولا بين العيد ايام التشريق والذكر حد وين كان؟ جزاك الله خير بارك الله فيك الشيخ. الله يجزيك خير بارك الله فيك اخونا عبد القادر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اختي. الله يجزيك معك وشاق على يوسف محنيه الوحيد. الله يجزيك خير تفضلي. لكن مفردين إن شاء الله سؤالي واحد إن شاء الله. اتفضلي. إذا نادى الوالدين أنا كنت في صلاة الفرض، نادينا أحد والدينا أثناء الصلاة، فقلت في نفسي يا رب صلاتي أم الوالدين، فأنا وصلت في الصلاة وبعد الصلاة وجدتهم أنهم قد خرجوا، فهل أنا أسلم في هذا أم هذا الذي قلت يبطل الصلاة؟ يعني تحدثت في نفسك فقط في حديث نفسي يعني؟ نعم قلت يا ربي والدي أم صلاتي، أنا أحلي والدي كان نادى. قلتيها بلسانك ولا قلتيها في قلبك؟ قلتها في نفسي. في نفسك يعني؟ نعم. بتسألي هل هذا يبطل الصلاة أم لا؟ نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا شيخ، لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول. السؤال الأول، أنا لما كنت صغيرة وقعت يعني على حجر وبعدين سنتي الفوق اتكسر نصها، وبناء على اللي حصل من الأول ده التحت طالت، فما أعرف هل السنة لو عملت بردت التحت اللي طالت من الفراغ اللي سابته الأولى ورجعت الفوق دي علي أطلع التحت نهائيا؟ لا لا مقص، هي اتكسرت السن الفوق اتكسرت، هي تواسيها يعني لو رجعها ربعه يعني اكملها ترجع لفوق. ايوه ارجع لفوق وابرد تحت الطالب دي شويه. ايوه تسمع الاجابه ان شاء الله. طيب
طيب السؤال الثاني، انا كنت شغاله في قاعه حق الافراح وكنت ماسكه جهاز الدي جي اللي هو حق الاغاني، فاتصلت على الاخ منه قال لي حرام، لكن قبل ما اعرف الشغل كان اخذت 300 ريال ودخلتها واكلتها، يعني ما اعرف هل سارجعها ولا اطلعها ولا انت تركت الشغل حق الاغاني ده؟ نعم تركت الشغل حق الاغاني هسه؟ ايوه خليته. خليتيه والان تسالي عن ال 300 ريال اللي اكلتيها انت زمان؟ ايوه اكلتها اول. أيوة. ما احس يا رجل لا اعمل شنو، لان انا لما شلتها على جهاز يعني ما اخذتها حرام. تسمعي الاجابه. السؤال الثالث والاخير، عندي واحده كنت احتجت لقروش وكذا، فباعت لي الذهب جرامات معينه وزادت ليها قروش من هي كانت لماها وادتني المبلغ كامل، حتى انا ان شاء الله لما ربنا يكرمني ارجع لها القروش، ارجع لها عدد الجرامات ارجع لها القروش كامل، هي في الحالتين ما عندها مشكله، قلت لها لو رجعت الجرامات او رجعت المبلغ، انا ما اعرف الصح ارجع الجرامات ولا القروش كلها. هي عدتك في يدك قروش ولا عدتك ذهب؟ عندي قروش، هي باعت وهي صرفته لي، فكان انا محتاجه والذهب حقها ما شفت صرفته لي. طيب صرفته وسلمتك انت في يدك قروش؟ ادتني قروش يعني. ايوه ما ادتك ذهب؟ لا لا ما ادتني، لكن تسمعي. كلها عارفه صرفته لي يعني انا يعني. تسمعي الاجابه ان شاء الله. جزاك الله خير يا الله يجزيك خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير. سؤالي اتفضل. سؤال متى صلاة الاستخارة؟ أيوة. السؤال الثاني، نعم، مشاهدة المسلسلات التركية النساء حكم عجيب. عندك سؤال ثاني؟ بالعافية. الله يجزيك خير. نستأذنكم قليلا إن شاء الله ليلتقي بكم عقب فاصل قصير إن شاء الله، نواصل فيه طرح الأسئلة والأول إجابة على أسئلة الإخوة التي جاءتنا قبل قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نجيب على بعض الأسئلة التي جاءتنا قبل قليل عن طريق الهاتف، ونبدأ الإجابة بأسئلة أخينا يونس من النهود. وأخونا يونس سأل ثلاثة أسئلة، إنه قال أحياناً عندما يأتي الحاج من الحج يستقبله الناس بالفاتحة، طبعا هذه ليس لها أصل، وسألت أنا الحقيقة بعض الناس عن هذه الفاتحة، قالوا هذه الفاتحة على روح النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذه عادة تعودها الناس وليس لها أصل وليس لها دليل، ويبقى كما ذكرنا في المقدمة أن الحاج يهنأ بالعودة وسلامة الوصول وأداء النسك، أنه ربنا تبارك وتعالى وفقه لأداء النسك، وكما ذكرنا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول للقادم من الحاج الدعاء الذي ذكرناه في المقدمة، هذا هو المشروع الذي يعني يفعل عند استقبال الحاج. أما مسألة الفاتحة هذه ليس لها أصل أبدا ولم تثبت عن واحد من الصحابة، والحقيقة إذا فتحنا هذا الباب لاجتهادات غير محسوبة فإنه يعني سيأتي الناس بأمور لا أصل لها في دين الله تبارك وتعالى، وكذلك مثلها الزغرودة التي يفعلها بعض لا أصل لها بل منهي عنها، ولا يجوز لأن المرأة يعني ترفع صوتها بهذه الطريقة لكي تستقبل حاجا، وإنما كما ذكرنا في المقدمة أن استقبال الحاج يكون بالطرق المشروعة التي بيناها ووضحناها. كذلك أخونا يونس من النهود سأل عن الإمام يطيل السجود، والإنسان عندما يصلي وراءه إذا أطال الإمام السجود يصاب بدوار أو لفة كما يقول السوداني لفة رأس، طبعا دي لابد أن ينبه الأئمة أن إطالة السجود أحيانا
قد يكون مشكلة. الإنسان إذا صلى وحده يصلي ما شاء بالكيفية التي يعني يطيل السجود ما شاء الله له أن يطيل، وكذلك إذا ركع ما شاء الله له في إطالة الركوع. أما إذا أمّ الناس فعليه أن يراعي أحوال المأمومين، يعني يراعي أحوال المأمومين، فمراعاة أحوال المأمومين الأهمية بمكان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يشتكي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في إطالته في الصلاة، يعني هو الرجل قام صلى مع معاذ لأنه كان بيشتغل في مكان عمل برا وجاء تعبان ودخل في الصلاة فأطال معاذ رضي الله تعالى عنه بالناس، فقام وانصرف من صلاته وتنحى جانبا وصلى صلاته ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالأمر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ ومعاذ بن جبل، بالتالي علم أمته من بعده وعلم الأئمة من بعد معاذ رضي الله تعالى عنه بأن يخففوا بالناس إذا صلوا، فلا يعني يطلون الركوع والسجود إطالة تدفع بعض الناس للحرج وتوقع بعض الناس في الحرج، سواء كان لفت راس أو يعني تعب أو عنت أو غير ذلك من الأمور. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الشخص أنه قطع صلاته وصلى وحده وتنحى جانبا. ولذلك يعني مفترض هذه وصية أو وصية نوصي بها إخواننا الأئمة أئمة المساجد أن يترفقوا بالناس. الأمر الثاني، الشخص إذا كان هو أصلا مصاب بدوار، يعني عنده مشكلة حقت لفت راس، لو دنقر راسه بيلف، طبعا ده معذور حتى لا يحرج الناس، يخلي الإمام ينقر صلاته كما ينقر الديك الحب، الإمام يسجد بسرعة ما يقيد الإمام بهذه الحركة، أحسن هو يترخص يقعد في الكرسي ويصلي، يعني السجود يكون إيماء هكذا بنية السجود، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والعلماء أجازوا ذلك دفع للحرج، والشريعة راعت أحوال المكلفين عند تطبيق الأحكام الشرعية. فلذلك يعني ترخص يعني جاءت الرخص بالنسبة للناس، الإنسان يصلي على الكيفية التي يستطيع ما دام أن عقله موجود، يصلي على الكيفية التي يستطيع، تصلي راقد، تصلي مجالس، تصلي واقف على حيلك بدون ما تركع بدون ما تسجد، كل هذا ويكون السجود والركوع إيماءة بنية السجود، يعني هكذا فقط بنية السجود وهكذا بنية الركوع، والله تبارك وتعالى أعلم بما في قلوب الناس ومطلع على ما في صدور الخلق والعباد. فلذلك يعني توجه للمصلي حتى ما يضيقوا على الناس، يعني دار الإمام يسجد له سجدة بسرعة، لو الإمام اطمأن فقط ثلاثة سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع ثلاثة قال ثلاثة مرات، أو قال سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة لا شايفة كثيرة، يبقى دي مشكلة، لأنه بعض الناس بيشوفوا كده يفتكروا هذه مشكلة، إن والله كون يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة دي طويلة، لهذا ما صح، تصلي أنت قاعد طوالي. لكن المسألة يعني لابد من توجيه فيها للأئمة وللمأمومين، والأمر كما بينت واضح، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. أخونا السائل قال أختنا السائلة قالت أكل الصدقة بالنسبة للإنسان، يعني الزول مشى في فاتحة ولا في عزة، طبعا الصدقة اللي بيأكل المطعم أصلا هي حرام، من الذي سيأكلها؟ الصدقة أصلا تفعل للميت، والعلماء رحمه الله يتفقون على أن الصدقة إذا فعلت للميت تلحقه يعني أجرها يدركه، وكما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفتصدق عنها؟ قال نعم. أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فهذا دليل واضح على أن الصدقة إذا فعلت للميت تدركه تلحقه. فالناس في العادة بيضبحوا كرامة، بيضبحوا صدقة خروف، يوزعوا لحم على الناس صدقة أجرها للميت، أو يعملوا طعام يخدوه ويمشي للميت. بالنسبة للناس ليس حرام أن تأكل منها إلا إذا كنت من أهل البيت، أهل البيت يحرم عليهم أكل صدقة، أما غير أهل البيت فإنه يجوز الإنسان أن يأكل منها، لا إشكال، ما ينبغي الإنسان أن يتحرج من هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا محمد أوهاج
من بورسودان سأل سؤالين. سؤال الأول قال إذا لم يسمع الإمام وتأخر عنه. طبعا يا جماعة بعض الأئمة يعني تلقاه صوته ضعيف أو الميكروفون ذاته اللي بيتكلم به ميكروفون تعبان شوية لا يستطيع أن يسمع المأمومين من ورائه. في هذه الحالة يا جماعة يشرع رفع الصوت كما فعل الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالناس مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك لعذر مشروع إنه الإمام يكبر الجنب الوراو السامع تكبير الإمام ده يقوم يرفع صوته بالتكبير عشان يسمع الناس يسموه بالتبليغ، وهذا قال. أما إذا ما الناس قام ما في واحد رفع صوته أو رفع صوته ذاته كان صوته ضعيف، في هذه الحالة في بعض الناس ما بيسمع. أخونا بيقول سجد الإمام فتأخرنا عنه. طبعا في حالات كثيرة جدا تقع بسبب عدم إسماع الإمام للمأمومين. الحالة الأولى إنه يتأخر الناس عن عن الإمام، إنه يسجد وهم قاعدين منتظرين وبعد شوية ينتبهوا إنه والله أو بعد شوية يشوفوا الناس قدامه وسجدوا بالترتيب كده فقاموا سجدوا معه وتأخروا عنه. لا حرج، هم أدركوا السجود مع الإمام ما دام أن الإمام لم يستوي بعد، يعني هو أدرك السجود مع الإمام ويعني لا إشكال ولا حرج في هذه الحالة، لأنهم من ناحية من المعذورين، ومن ناحية الثانية هو أدركوا الإمام وهو ساجد. الحالة الثانية أن الإمام يقوم ويعتدل ويشرع في القراءة والناس تحت لسه هم ما سجدوا. طبعا في هذه الحالة أنت تدرك الإمام لكن عندك ركعة فاتتك، لأن السجود الركعة الواحدة فيها سجدتان، إذا ترك الإنسان سجدة أو ترك الركوع يعني مثلها تماما في السجود تكون في الركوع، إنه الإمام ركع وهو واقف وقام سجد السجدتين وهو واقف ورفع الإمام وانتبه إنه الإمام رافع، في هذه الحالة ما يقوم يمشي يركع تاني يوزي سجدتين، لا أنت تلحق الإمام في المحل الواقف فيها. أدركت الإمام في المكان الذي يقف فيه، في هذه الحالة أنت بتكون فايتاك ركعة حقة الركوع الفاتك ده، وكذلك في السجدتين أدركت سجدة واحدة بالتالي الركعة كلها بطلت، يبقى أنت حكمك حكم المسبوق. أول ما ينصرف الإمام من الصلاة السلام عليكم، يعني على حيلك تجيب ركعة زيك وزي المسبوق تماما لأن في ركعة فاتتك. أما تعمد التأخير طبعا هو يقول ما سمعنا، لكن في ناس بيتعمدوا إنه يتأخروا عن الإمام تكلفا، تلقاه مشغول الإمام رفع من السجود وقاعد يتشهد ولسه ساجد مسافة، هذا لا يجوز، وهذا من باب التنطع والغلو الذي لا يجوز في العبادة، لأنك أنت مطالب بمتابعة الإمام كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبر، يعني طوال التابع الإمام أنت. الذي يشرع متابعة الإمام، لا يجوز التقدم عليه ولا يجوز التأخر عنه ولا يجوز مساواته ومحازاته في الركوع والسجود في أفعال الصلاة، إنما أنت تتأخر عن الإمام مباشرة سجد تسجد من ورائه، حتى ولو لم تكمل الفاتحة، أنت الإمام قرأ الفاتحة بسرعة وإنت لسه في نص الفاتحة، طوال تتبع الإمام ما تقعد لحد ما تكمل الفاتحة. وكذلك إذا الإمام قال سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة بس وقام، أنت حتى ولو قلتها مرة وحتى قلتها نص مرة أنت لأنك تقلتها كثير تقوم وراه وطوالي، فأنت متابع لهذا الإمام وليس مخالف له، فالمخالفة تقتضي أحيانا عند قول بعض أهل العلم بطلان الصلاة، والله تعالى أعلم. يعني لأنه ورد فيها تغليظ، يعني مثلا إذا رفع الإنسان قبل الإمام ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار وصورته صورة حمار، يعني ده من باب التشديد والتغليد، وهذا التهديد يدل على المسألة. فلذلك هذا هو المطلوب والعلم عند الله تبارك وتعالى. وتأخرك يا أخانا محمد أهاج لا يضر في صلاتك شيئا لسببين، السبب الأول أنك أنت كنت معذور ما سامع سألنا، وثم الثاني أنه الإمام لسه ما رفع، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وعلى هذه حالة خاصة. أخونا كذلك محمد أوهاج بيسأل إذا يعني فتحت القرآن الكريم وكان بجوارينات بيتونسوا وأنا دار أستمع. طبعا يا جماعة في الحالة دي الأفضل تعمل لك سماعات،
وتخت السماعات في أذانك وتستمع أنت للقرآن الكريم ولا تؤثم الآخرين، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يعني الأمر هنا بالاستماع قد يحمل على الوجوب، قد يحمل على الوجوب. لذلك الإنسان ما يمكن يتشاغل عن القرآن الكريم، يكون تخاتين القرآن الكريم حقه والقرآن شغال وإنت تقول والله أنا دار أستمع. لا، دار تستمع أنت يا أخونا محمد، جيب لك سماعات الآن، ما أسهل السماعات الموجودة الآن في السوق، سهلة جدا وسعيرها بعشر جنيه، تجيب لك سماعات تحطها في أذنك وتسمع القرآن الكريم بمزاجك وتتدبر أنت المعاني وتستفيد من كلام الله تبارك وتعالى، ولا تدخل بعض الناس يعني في الحرج. وأحيانا تلقى في بعض المناطق الناس بيقوموا يشغلوا القرآن الكريم بالميكروفون حق المسجد، ويقوموا يخلوا الناس كلهم بيسمعوا، يا لابد يسمعوا القرآن الكريم رغم أنفهم، وإلا وقعوا في الإثم. يا أخي في ناس نايمين وفي ناس تعبانين وفي ناس عيانين وفي ناس مرضانين، أنت دا تسمع القرآن الكريم، دا اسمعوا لرقبتك، اسمعوا لنفسك أنت واستفيد وانتفع، لا حرج ولا إشكال، لكن لا توقع غيرك من الناس في الحرج والمشقة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. سأل عن العمر الذي به تحرم أو تحرم الرضاعة، يعني هل رضاعة الكبير بمعنى تاني تحرم أم لا؟ طبعا هذا خلاف بين الفقهاء عليهم رحمة الله رحمة واسعة. وسبب الخلاف يعني قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. وسالم كان صغيرا، كان صغير في السن، وكان يدخل على امرأة أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، فلما كبر وأصبح شابا بلغ يعني خلاص التكليف، تضايق أبو حذيفة من دخوله وخروجه، فشكت امرأته ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أرضعيه خمسا تحرم عليه. والحديث صحيح، أرضعيه خمسا تحرم عليه. وطبعا بعض الناس فهم من الرضاعة أرضعيه خمسا يعني تلقيم ثديها، يعني الرضاعة تحصل بوصول اللبن إلى الجوف، سواء كان تناوله الإنسان عن طريق مص الثدي أو غير ذلك، عن طريق مص الثدي أو غير ذلك، في الأخير وصل اللبن، لبن المرأة إلى جوفه. وبعض الصحابة طبعا اختلفوا في هذا الأثر، بعضهم جعله خاص من أمهات المؤمنين، من جعله خاص بسالم مولى أبي حذيفة، خاص به لا يتعداه إلى غيره، وجعله من خصوصيات. وبعض أمهات المؤمنين جعلوه عاما، عاما للناس كافة. فلذلك يعني الـ 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 الخلاف بين الفقهاء جاء من هذا الحديث. والذي يترجح إن شاء الله أن الرضاعة التي تحرم هي الرضاعة فيما دون الحولين، ما دون الحولين، للأحاديث الواردة في ذلك، إنما الرضاعة ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك يعني حديث يحرم ما أنشد العظم وأنبت اللحم، ومعروف أنه إنشاد العظم وإنبات اللحم يكون قبل الحولين، هو إن شاء الله والصحيح والراجح من أقوال أهل العلم. ومن رضع بعد ذلك بعد الحولين فإنها لا تحرم ولا تؤثر أبدا في حرمة الإنسان. نستأذنكم قليلا إن شاء الله، نلتقي بكم عقب فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الإجابة على أسئلة الإخوة المشاهدين والمستمعين التي جاءتنا قبل قليل عن طريق الهاتف، وكنا قد توقفنا في أو عند أسئلة أخينا عبد القادر الشلعي. السؤال الثاني لأخينا عبد القادر اللي هو قال بعض الناس بيذهبوا إلى أماكن فيها الذهب، أماكن الذهب دي فيها بعض الجن وبيقرأوا القرآن وبيذبحوا يعني بعض الذبائح. طبعا هناك يعني أشياء متوارثة متناقلة عندنا في السودان، إنه والله الذهب يعني موجود عند الجن وهم يخزنون الذهب ويكنزون الذهب والفضة، مقولات يعني متناقلة عند بعض الناس لا أصل لها ولا وجود لها ولا تحتاج إلى دليل. ومن قال لهم بأن هذا الذهب يعني موجود عند هؤلاء الناس؟ من الذي رآه؟ من الذي قال بوجوده؟ يعني هذه أشياء لا ترى بالعين، يعني من قال بذلك؟ فهذا كله يبدو أنها عبارة عن أشياء يتناقلها الناس أو قصص يتناقلها الناس لا أصل لها ولا وجود لها، يعني كأن الناس يبحثون عن وسائل الكسب بهذه الطرق وهذه السبل.
وقراءة القرآن الكريم مشروعة في كل مكان، مشروعة في كل مكان. أما إذا أنت ربطتها بشيء معين لابد تحتاج فيه إلى دليل. يعني ومن قال لك بأن قراءة القرآن الكريم تنزع الذهب من الناس، من الجن تأخذ منهم وترد إليك أنت، أو تطرد الجن عن مكانه؟ هو يعني مثلا في يحمل، ممكن يحمل ذهبه معه ويمشي، إيش المشكلة يعني؟ لا حرج، يعني المسألة واضحة. ولذلك يعني هي أشياء يتنقلها الناس أو قصص يذكرها بعض الناس. أما الذبح فهذا الذبح أحيانا يكون لاسترضاء الجن، إذا تكلمنا عن حكمه. إذا كان الذبح بغرض وهو يعني لا يذكر عليه اسم الله عز وجل، أو بعض الناس يذبح وبعدين يأخذ الدم المسفوح ويشربه كما يفعل بعض الناس الزار واللي بيعملوه الناس الزار أو يسموه الظهر، يعني هذا يفعلوه لاسترضاء الجن لكي يخرج من الإنسان أو يقلل من ضغطه على الإنسان، وهذا كله طبعا لا يقول شرعا الذبح لغير الله تبارك وتعالى بالله عز وجل. الذبح لغير الله شرك، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني الإنسان لا يجوز أن يذكر اسم غير الله تبارك وتعالى على ذبيحة، لأن هذا من باب الشرك، وهذا خاص بالله عز وجل. أخونا كذلك الشلعي بيسأل عن أيام التشريق. طبعا يا جماعة أيام التشريق هي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. ويعني ورد فيها فضل، يعني فضل الذكر في أيام التشريق، ويعني بعض العلماء منع الصيام في أيام التشريق حتى يتفرغ الإنسان خاصة للحاج ولغير الحاج. وأجازوا للمتمتع والقارن أنه يصوم أيام التشريق بعض أهل العلم. ولذلك يعني هذه الأيام أيام مباركة وأيام مدحها الله تبارك وتعالى في كتابه، وكذلك مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي ثلاثة أيام. واليوم النحر خارج عن أيام التشريق، يوم النحر هذا يوم، لكن يوم 12 يوم 11 و 12 و 13 هي أيام التشريق، اليوم 11 والثاني عشر هي أيام التشريق. وسميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، كانوا يشققوا اللحم باللغة السودانية، يعني يشرمطوه يعني يقطعوه يعملوه يعني لحم ناشف. طبعا السودانيين بيسموه كده، فبيسموه القديد أو يسميه الشرموط. فلذلك هو اللحم ده بيشرقوه في أيام التشريق، بيشققوه كده وبيعلقوه عشان ينشف، فسميت هذه الأيام بأيام التشريق لأجل هذا. فلذلك يعني هي يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 يا أخانا عبد القادر، والشرعي والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا كذلك وأختنا من الجوريد سألت عن حديث النفس. طبعا حديث النفس يا جماعة ما يبطل الصلاة، ما يبطل الصلاة أبدا. وحديث النفس معفو عنه حتى ولو كان عظيما، لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله غفر لأمتي ما حدث به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. يعني حديث النفس دائما قد يكون وساوس، يعني تأتيك أحيانا وساوس عظيمة جدا، كما قال الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم من أن يذكره، يعني ما بنقدر نتكلم بها. قال وقد وجدت وقال، قال ذلك محض الإيمان. فكون زول ما تلفظ بهذا دليل على وجود إيمانه. وحديث النفس قد يكون في خارج الصلاة وقد يكون في داخل الصلاة، وإذا كان في داخل الصلاة لا يؤثر في صحتها أبدا مهما تردد في بطن الإنسان أو في داخل جوف الإنسان، لكنه يقلل من مكانتها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الحديث يعني ليس للمرء من صلاة ما عقل منها، حقا لا يدرك، لأن لو تكلمت أنت في أثناء الصلاة بنفسك حديث النفس هو النظم حق القلب، ده زي ما يقولوا السودانيين بتلقى نفسك أنت ما واعي من الصلاة شيئا، ما وعيت من الصلاة شيئا، يعني أنت ما عارف حاجة من الصلاة. كل الكلام اللي أنت يعني كان في نفسك ده شغلك عن سماع آيات القرآن الكريم، وشغلك عن استحضار عظمة الله في الركوع وفي السجود وغير ذلك. الأولى والأفضل أنه يعني أنت ما تشغل نفسك بغير حركات الصلاة وأفعالها وقراءة القرآن فيها وذكر الله عز وجل، وهذا ما وجد في ما شرع في الصلاة. والله تعالى أعلم. كذلك أختنا
سألت عن إنه والله في تعديل لأسنانها بعد أن انكسرت. طبعا المحرم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام المتفلجات لحسن، يعني بتعمل فلجة سنها عادية وما عندها أي مشكلة، السن سليمة وما عندها أي مرض، ما عندها، إنما تفلجت لحسن تتزين نفسها، فعملت فلجة بين الأسنان اللي فتح دي بردت بمبرد حتى تظهر هذه الفتحة وتعطي المرأة رونقا وجمالا، لأن ذلك التغيير لخلق الله عز وجل. أما ما فعلته الآن يا أختي إنما هو علاج، علاج فقط للأسنان، سن انكسرت حاولت أنت معالجتها. الزول لو سن انكسرت داري عمل له سن تلبيسة ما في مشكلة، الزول لو سن يعني انقلعت من تحت داري عمل زراعة حقت أسنان ما في حرج ولا إشكال، ما في أي مشكلة في هذه. وكذلك السن الذي طالت ممكن تبرديها قليلا هكذا حتى تساويها بالأسنان الطبيعية، لأن هذا الوضع الطبيعي، ليس في ذلك تغيير لخلق الله، وإنما هذا هو الوضع الطبيعي. والسن دي زادت لأنه حصل إشكال في السن التي فوق وسببها زادت السن التحت، لا حرج، هذا لا يسمى أبدا يعني تغييرا لخلق الله عز وجل، ولا يعني ما ليس ممنوعا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أختنا كذلك سألت عن إنه والله على 300 ريال كانت شغالة في مكان محرم، واكتشفت بعد ذلك أن هذا العمل محرم وتركته، ولكنها يعني اكتسبت من ورائه شيئا. طبعا ما في حرج ولا إشكال، الفات ذاك خلاص، لكن أنت الآن تبدي توبة نصوحة، وهذا أمر لا يتعلق بحقوق آدميين، إنما هذه بينك وبين الله عز وجل، وما كنت تعرفين الحكم، كنت تجهلين الحكم، وأنت معذورة بجهلك لهذا الحكم الشرعي، بالتالي لا حرج ولا إشكال في السابق، هذا الحكم الشرعي. أما إذا أردت الورع، الورع غير، الورع زي إذا كان مثلا إنسان دا يتورع إنه والله ده حاجة حرام دخلت لي وكذا يطلعها، يطلع صدق بها، لكن من ناحية جواز شرعي فلا حرج ولا إشكال، لك التي فادة ما تشتغلي به وخلاص انتهى. ومن عاد فينتقم الله منه، عفى الله عما سلف، ده انتهى خلاص. أما الجديد أنت الآن أقلعت الحمد لله رب العالمين وتركت العمل في هذا المكان، لا حرج ولا إشكال. كذلك يعني أختنا قالت يعني إنها استدانت من بعض الأخوات مالا، الأخت ما عندها مال، عندها ذهب، شارت الذهب ده باعته في السوق وأدته، طبعا لو أدتك الذهب حقها ده أنت لما تجي ترجع لها بعدين بتسوي في نفس الذهب نفس العيار وترجع لها نفسه، ترجع لها زي ما هو. أما يعني إذا أدت القروش طبعا بترجع القروش ذاتها، ما بترجع ذهب، لا تصري فيها، لا يجوز، وإنما أنت فقط الآن تمشي القروش اللي أدتك لها ترجعيها لا برقبتها، ما ده دين، ده دين، والدين يرد من جنسه، لا حرج ولا إشكال، تدفع لها القروش حقاتها كاش نفس المبلغ لو انت عارفة انها بعت لك ذهب، لكن الذهب ما سلمتك لو انت بعته في السوق وجابت لك قروش، ترجع لها قروشة، هذا هو الأسلم، هذا هو الأسلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخونا بيسأل عن صلاة الاستخارة، طبعا صلاة الاستخارة تصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم بعد ذلك يعني تدعو بدعاء الاستخارة، اللهم إني أستخير من غير الفريضة، وكتا أحسن أوقات، أوقات مضينة إجابة الدعوة الثلث الأخير من الليل، ده أفضل أوقات، لا حرج ولا إشكال تصلي في الوقت ده أو في غير الأوقات، بس ما يكون وقت نهي وهي عن التنفل، لكن أفضل أوقاتها التلب عن نباه الأول، أذان الأول تصلي ركعتين وتقول دعاء الاستخارة، ما قلنا في كتاب حصن المسلم. أخونا بيسأل عن مشاهدة النساء للمسلسلات، طبعا مشكلة، هذه مصيبة، لأنه الآن في أشياء قد تدفع إلى الفاحشة وتدفع إلى 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 التحريك الغرائز في وسط النساء، وقد تأتي بأشكال قبيحة يعني أو أشكال مثلا يعني تفتن النساء، وهذا كله سبب الفتنة وذريعة يجب أن تسد، والعلم عند الله تبارك وتعالى. في أختنا كان سألت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، وإذ بوأنا يعني أرشده الله تبارك وتعالى إلى مكان البيت وأذن، يعني ده المقصود وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد وصلنا إخوتي في الله إلى ختام حلقة اليوم من ديوان الإفتاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما وقعنا فيه من خطأ وزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.